Everything you need and when you need, Deidre's.com is the best ever. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتعلم شيء اسمه الطبقات. إيش معنى الطبقات ولإيش يستعمل وإيش أهمية الطبقات؟ طبعا الطبقات هذه من أهم الدروس، يعني تقريبا البرنامج كله يعتمد على إيش الطبقات. إذا كنت بتصمم تصميم ضروري يعني تفهم الطبقات هذه. الطبقات مهمة جدا بنسبة 100% إذا كنت بتصمم تصميم. طيب عندنا هنا قبل ما نتعامل مع الطبقات خلونا نعطيكم يعني شيء مهم. هنا طبعا أدوات، تختار أداة موف تول. طبعا موف تول هذه أداة تعتبر كاليد، تسحب أشياء، تحرك أشياء، تأخذ تحطها مكان معين، ضروري تكون ضاغط عليها أو اختصارها في حرف البي موف تول. هذه هي مسوي لك بين قوسين في. طيب هل مو شرحنا الحين على موف تول؟ الأدوات هذه إن شاء الله راح نشرحها في دروس متقدمة، أي في دروس جاية عفوا. طبعا أول ما تسوي عمل جديد راح يصير عندك كما بالشكل الآتي. راح تجيك طبقة لزامية اللي هي الباكوان الخلفية، معنى الخلفية كما بالشكل هذا راح يجيك كذا. تمام طبعا بعد تدخل الصور لجوة البرنامج أو جوة العمل، جمعنا كما بالشكل الآتي. نفرض على سبيل المثال هذه عندنا صورة، نسوي لها ضروري تكون مختار إيش؟ ضروري تكون اخترت الأداة هذه كما شرحنا. صار عندك طبقة ثانية، نرجع نسوي تراجع. طيب طبعا كما شايفين عندنا ثلاث صور، طبعا الخلفية، صورة الطب والسيارة كما موجودة هنا، صورة سحابة والسيارة والطفل. الآن إيش معنى هذا كله؟ كما شايفين هنا تحط صورة فوق صورة فوق صورة فوق صورة تكون لك المشهد. هنا حطينا إيش؟ نرجع حطينا صورة أول شيء الخلفية الزرقاء هذه هي موجودة إلزامية، بعدين صورة السحابة، بعدين حطينا صورة السيارة، وبعد صورة الطفل. تكون عندنا مشهد إيش؟ صورة الطفل أول شيء اللي هو هنا فوقهم كلهم. إذا مرة حركت الطفل تشوف إن الطفل فوق كل الطبقات. طيب بعدين صورة السيارة تحت صورة إيش؟ الطفل. تحت صورة إيش؟ الطفل. صورة السيارة تحت صورة إيش؟ الطفل. نشوفها. إذا نبغى نرفع صورة السيارة قبل الطفل نسحب هنا، نحطها في الأول هنا، راح تظهر لنا في الأول كمان وين؟ هنا. نزل صورة السيارة تحت صورة الطفل، ضغط بالماوس يسحب ينزل، صار لنا إيش؟ نزل تحت صورة الطفل، يعني صارت وراء صورة الطفل. أنا صورة الطفل أول واحد، بعدها صورة السيارة كما بالمظهر هذا بالشكل هذا. صورة نفرض على سبيل المثال هذه صورة الطفل، هذه صورة السيارة، هذه صورة السحابة، هذه الخلفية. هذه مو مشكلة نقدر نحذفها. هذا هو إذا بغيت أفهمك على إيش اللايرة أو معنى الطبقات. فهمنا إيش معنى هذه الطبقات؟ طبقة فوق أخرى تتكون عندك النظرة. تقدر تضيف طبقات أخرى، مثلا طبقة هنا تحط زهور جاية كده من تحت، يعني تحطها أول شيء، أو تقدر تحطها ورا الطفل. إذا حطيتها من تحت الطفل على صورة الطفل، يعني طبقة الطفل تحطها هنا تحت راح تصير ورا الطفل. يعني ضروري تفهم إيش معنى هذا الكلام كله. طبعا في عندنا شيء اسمه نسخ الطبقة، تكرار الطبقة، بمعنى كما بالشكل الآتي. صار عندنا طبقتين، كيف نسوي هذا الحركة؟ أو صورة الطفل السيارة على سبيل المثال زي كذا، صار عندنا زي كذا، مثلا صورة السيارة زي كذا، كيف نسوي هذه الحركة؟ طيب هذه يسمونه نسخ اللايرة. إذا سوينا نسخ صار عندنا كوبي، يعني في اثنين سيارة، شوف سيارة سيارة حركناها نشوف السيارة الذي أنت صغير. طيب كيف نسوي النسخ؟ النسخ على سبيل المثال عندنا صورة السيارة هذه نبغى نسخها نسختين، نروح على اللاير. إذا كنا نبي نحرك لاير معين من هنا أو ننسخه أو أي شيء نتحكم فيه ضروري يكون مختارين. على سبيل المثال نبي نحرك صورة الطفل، ضروري تضغط هنا وبعدين نروح نحركه. لو تبغى تحرك صورة السيارة تروح تضغط هنا أول شيء،
بعدين ايش تحركه. اذا تبغى تنسخ صوره الطمل تضغط هنا بعدين تضغط لا وين لا هنا. شوف هذا الايقونه اللي تحت تفلت لها تضغط تسحبها لها هنا تفلت عفوا صار عندنا ايش نسختين. كان عندنا نسخه واحده نسخه واحده عفوا نقفل هذا الاول صار عندنا نسختين صوره الطمل والنسخه الجديده. طبعا اول ما تنتسخ الطبقات اول ما تنتسخ ما راح تبين معك هنا. ليش؟ لانك نسختها ضروري تنتسخ بنفس المكان ونفس الحجم ونفس كل شيء. طيب اذا حركت النسخه الجديده راح تبين انه ايش عندك نسختين او تقدر تشوف من هنا صوره الطفل هنا كمان موجود صوره الطفل هنا صوره الطفل الجديده هنا مكتوب عليها كوبي تقدر تغيرها تغير الاسم مجرد انك تضغط هنا. شوف في فرق انك تضغط هنا تضغط هنا تضغط هنا تضغط هنا اربع. اذا ضغط هنا راح تغير الاسم او تقدر تضغط هنا باليمين بالماوس layer properties تضغط عليها هذه هي تسوي layer properties طلع لك نيم على اسم تقدر تغيره مثلا نسخه من نسخه عفوا نسخه من صوره الطفل. هنا اقول لك color ايش معنى color. على سبيل المثال ابغى احدد هذا اللون يعني احط له علامه لون معين عشان ابغى ارجع لعنده على طول اروح لعنده معروف ملون بلون احمر مثلا على سبيل المثال او يلو على سبيل المثال لون اصفر. شوف لون اصفر مثلا عندنا عده طبقات ابغى اروح اكون ارجع لعند صوره الطفل هذه النسخه بسرعه على طول اعرف انها ايش ملونه بل يلو اللي هو الاصفر. تقدر تغير اللون مجرد انك تضغط هنا تغير اللون بلو على سبيل المثال ازرق ريد فيلي الى اخره. اذا سويت فيلي على سبيل المثال كذا طيب كيف اخفي هذا الطبقه؟ اخفيها معناها كذا في عندنا نشوف هنا العين هذه ايش ميزتها؟ هذا العين اذا موجوده كذا معناها انها فيزبل معناها مرئيه. اذا ضغط عليها خلاص اختفت الصوره اللي هي النسخه كذا كذا. هذا ينطبق على كل الطبقات طبعا مو على النسخ بس. يمنع ايش معنى هذه العين فيزبل وغير فيزبل. طيب الان الى كيفيه حذف الطبقات. طبعا عندنا هذه كما احنا شايفين النسخه خلاص ما نبغاها نبغى نحذفها نروح ساحبها لوين الى ايقونه سله المهمله. في عندنا ايقونه طبعا هنا هذا راح نتناولها ان شاء الله. هذا طبعا النسخ لاير جديد او لعمل لاير جديد او نسخ لاير من هنا او عده لايرات تحدد عليهم تسحب ان شاء الله راح نتعلم كيفيه تحديد اللايرات. طبعا هذا صوره الطفل حذفناها سحبناها بالماوس الى هنا. هاي طبعا سله المهملات او عندك مثلا على سبيل المثال هذه الصوره تبغى تحذفها تسوي دلت تنحذف معك لكن راح تبين لك رساله يقول لك هل تريد الحذف؟ انا شفت الرساله هذه من عندي بس انت كاول مره راح تظهر معك. على سبيل المثال تضغط عليها انحذف صوره الطفل انحذف صوره السياره انحذف صوره السحاب. نسوي تراجع ان شاء الله نتعلم كيفيه التراجع. الى هنا نكون عرفنا ايش معنى الطبقه. في الدرس الجاي ان شاء الله راح نكمل معاكم مع الطبقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.